هذا الفيلم لهذا البطل؟ قصدي قصة غريبة؟ ما بعرف، بس هذا تبع أوس. هذا الفيلم اسمه قصة غريبة والبطل اسمه أسامة أسمر. لا، اسمه أوس، وهذا بيكون ابني. يا مدام بتحبي اقطع لك لتحضري الفيلم؟ صار في عجقة وراكي. ايه. وين بتحبي تقعدي؟ بأي مطرح، المهم إني شوفه. بالصالة رقم 4، تفضلي. راحت. ايه راحت، كانت مصرة تروح قبل ما انت ترجع. هاي الغرفة ما حتقدر تحقق فيها حلمها وصير عندها ولد. الله كبير لك امي. الله كبير ونحن صغار. انا ما كان بدي شيء من الدنيا غير امي، كان بدي ولد بس اربيه واعمل له كل شيء بده اياه. لما كنا صغار كنت ارسم صور رفقاتي واللي حوالينا حتى هيفا. بتتذكري شو كنت تقولي لي؟ ايه بتذكر، كنت اقول لك انا الوحيده بالكون يلي ما رسمتني. لما بنرسم اللي حوالينا لازم نطلع بعيونهم. أنا ما كنت استرجي طلع بعيونك، كنت خاف تعرفيني إنه أنا عاجز، خاف تعرفي إنه أوس ما بجيب أولاد، كنت خاف شوف الدمعة عم تنزل على خدك كون أنا سببها. لما بدك تحكي شو كنتي تعملي؟ كنتي تجي لعنا. لما كنتي تبكي كنتي تجي لعنا مشان نمسح لك دمعتك. لما تكوني متضايقة تجي لعنا مشان نواسيكي. لما تكوني موجوعة شو بتعملي؟ تجي لعند ولادك. أنا لعبين بدي روح بكرة بس كون موجوع. تعال عند أمك، تعال عندي. تعال عندي، تعال عندي. بدي اشوفه مرة ثانية. اوف لهالدرجة حلو؟ حلو، لك حلو بس، تفضل. شكراً.